السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو كان فيه مواجهات كثير حلوه، في فزعات حلوه وفي شغلات كثير حلوه، انه نزلنا ما في سلاح وبين ما حصلنا سلاح ومواجهات وفزعات. بس تابعونا الاخير شوفوا شو في، خاصه انتم جماعه اهل مصر، مع احترامي لجماعتنا المصريين اللي عندي بالقناه واهل مصر، بس يعني ليش الشيء اللي عم تسووه؟ ليش؟ المهم شوفوا الفيديو، حطوا لنا كومنت حلو على ذوقكم، ولا بترككم مع الفيديو. مشاهده حلوه والسلام عليكم. مشاهده حلوه، مشاهده ممتعه والسلام عليكم. لا تاخذوني مالي نايم، والله ما عاد اعرف شو بدي احكي. اشوفكم فيديو جديد. لما تشوف الواحد ناجح بتحكوا عنه هكر، طيب ليش؟ لاني عليكم خطر، راح بلغ علي لما وقعت وانت في الهيك، سوى ريبورت مني انقهر. اسلوبي احترافي عادي ما تستوعبه، ماني بهكر لكن ماكو ملعبه، مع المعاقب يلي يسحل يحرق يقتل ويبكي الخصم من الكرين تضربه. اتهمتوني بالهكر، تحاشوا غضبي لما احقد والعب احسن من الهكات، لما خلي الخصوم كوب السيني. شو بتتوقع من لاعب بيتعاطى هيتشوتات؟ تحسب نفسك لاعب ولك انت بوت لتصير محترف؟ اسوي لك كورس عندي، شوف اول سيرتش عند باليوتيوب كيف العب مثل قهرمان الكردي. بعد هالكلام لقاسم وسمع لهم اصوات، كلامي كان عليهم قاتل كصوت، لك اصلا عادي كلهم نوبات، واني متاكد ما يبلغ الا المضبوط. تعال خذ، تعال تعال تعال. ابين من كبيت لك ياها، واحد شالني. انتون انا ما قدرت امسك السنه بتاع الفوت. طلع راج كامبري ومكمبر. ما معي دم، شوف دمي خرب، خليني هي البس. خيل ما معي دم. هذا اللي اذا ما عندك رش. ماي وصل. فنشون رح فنشون، بس ادخل لجوا واخذ كفر. هذا كان لابس ليكون عندي. دول شاردين. هدي حمودة، ما معي دم. بدك تفنش معي؟ تعال انا خبرانك تصور، خبرانك بصورنا على لوبي. هلا بلعك انتو زريبة والله. شير خبرانك تمام؟ تعال انت يولي من على كتاب فزعوا دمي لو والله كان خير مقاعد. شوفي شو اللي الكل بيفزع كمان. تعال شو مكر خلينا نخلص على كبت لك سكوبت أربعة. هاي طيب موت يا زلمة موت، الله يرضى عليك. يا أخي البوتات ما
ما عم يفهم تضربون 30 طلقة المفور ما يفهم شو ما اعرف ليش شكلك تحرقنا اوكي لك 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 واحد هون واحد هون عم شوفه هين بس ما فيني اضربه شلون اضربه يلا استلم من بدو تحالف بدو تحالف وقف بدو تحالف بس ما يخ خليك بعيد انت تعال يا ضو اقلب اقلب شلونك يا نور استلم تحالف يلا تعال تعال يحكي من وين انت من وين انت تعال راح عيفة عيفة قلينا من شي قهرم كنا نبعته على القناة يا زلمي نكسب متابع عند الصبح بدك طلق اخضر ناس ما ضل ناس مش انا لا معي 200 طلق معي 340 ثواني خلينا قلب تسمعني؟ لا لا هيك بيقدر فينا تعال تعال هيك بيقدر فينا اسمع نحن عم نصور لليوتيوب تمام بدنا نروح نلحق الناس خليه يروح هو نشوف اخر الجيم قل له خليك لا تواجه اخر الجيم نعطيك الجيم اسمع لا نحن يوتيوبريه اسمع خليك باخر الجيم كمبر باخر الجيم نلتقي فيه حبيبي كمبر لاخر الجيم نعطيك الجيم اسمع اسمع اركب الموتور اركب موتور ثنائي نروح على شو اسمه جورج بول جورج بول جورج رفيقنا روح روح تعال 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 ليك وقف 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 عالم قدامنا كيلو روح روح عجل روح شالوا له صاحب يلا هو عم بيرمي طلقة طلقة سنجل طويق اها فوق واحد بالبرش حمودة ما نزل مريعة بسم الله تا 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 تركب ما هو بحركة تعال تعال هاي مامون نزل خط بادي زمان بش فاضي هدول راح ينسحبوا في بسكول ليك اجا 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 اسمع تعال حمودة حمودة بص 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 ليك ورا الصخرة هذا هو بده يفنش ربك
اشيلهم. ما يزمن مش قد تشيل شيء. اخويا وحش وحلك بدو وحش وحش. بالأهم شيء عندك تمام إن شاء الله بينزل المقطع ما إذا أخذت الأول إن شاء الله المقطع بينزل ما إن شاء الله اه المشي حاول تلعب سيف ها هو هيك راح العب سيف صرت لحالي يعني ما فيني بش هدي شالون لا شالون شالون لا ليك ليك الاخضر ليك مصري يا الله الله العظيم حرام يا زلمه كم كلمة مصري مصري رب بربكم شو هالجيم زبالة يا الله شو هالجيم زبالة معه كيلين هذا هذا معه 4 كيل